حصل مظلي ماس على صيدين ثمينين في العاصمة الجزائرية، هما شربي والعربي بن المهيدي، وهما عضوان في جبهة التحرير الوطني، والعربي بالذات هو عضو في لجنة الخمسة واقتيد لمقر الجنرال بيجار. إذا حاولت استعادة الانطباع الذي تركه في نفسي العربي بن المهيدي بعدما ألقيت القبض عليه، وإذا استذكرت الليالي التي قضيناها نتحادث، فإنني أتمنى لو أن لي رئيسا مثل ذلك الرجل. أتمنى لو كان لي الكثير من الرجال من طينة العربي بن المهيدي. كان العربي بن المهيدي بطلا خارقا، كان هدوءه وسكينته واقتناعه بما يفعل مثيرا للانبهار. وعندما كنت أتحدث معه كنت أقول له: أنت قائد التمرد، وها أنت قد وقعت بين أيدينا، وانتهت معركة مدينة الجزائر، بل خسرتم حرب الجزائر كلها. فكان العربي بن المهيدي يرد: لا تصدق ذلك. كان يذكرني بأغاني المقاومة التي تقول إنه إذا مات رجل واحد فسيحل آخر مكانه. لقد آلمني فقد العربي بن المهيدي، كنت أعرف أنني لن أراه أبدا. سلمته إلى قيادة الأركان، جاء فريق خاص لاستلامه ليلا، فقدمت للعربي بن المهيدي التحية الشرفية بالرغم من أن القانون يمنع ذلك. لكن يجب عليك أن تعترف لخصمك بالشجاعة، فالعربي بن المهيدي كان رجلا عظيما. أنا الذي قدمت له تحية السلاح مع مفرزة صغيرة من الجيش، وبيجار أجاز ذلك. ثم اختفى العربي بن المهيدي، سلم إلى العدالة أو إلى معسكر للاعتقال. وعلمت من الصحافة وكتب التاريخ التي قرأتها أنه انتحر في زنزانته في الرابع من مارس. يقولون العربي بن مهيدي انتحر، لقد اعدموه، ثم ذهبوا إلى المستشفى ليدعوا من هناك أنه انتحر. لم يسر الأمر مثل ما اشتهوا، فكلفوا أساريس بشنقه، ذهبوا به إلى مزرعة وشنقوه هناك، ثم ادعوا بأن العربي بن مهيدي انتحر. وهل صدقتم ذلك؟ ليست المشكلة في عدم تصديقي، المشكلة هي أنه مات. لعل لديك فكرة عن الطريقة التي مات بها. المهم أنه مات. ضاقت الدائرة على ياسف سعدي والمناضلات اللواتي كنا يزرعن القنابل. لم يبق معه سوى 20 مناضلا يتحلقون حول علي لابوانت وجميلة بحيرات. المجموعة الصغيرة كانت تختبئ في مساكن لأصدقاء موثوق منهم، ولا يخرج أفرادها إلا متنكرين في ألبسة النساء أملا في الإفلات من الدوريات. أغادركم بعد 3 شهور. انظر، جرت جميلة بحيرج لتلتحق بي وبالآخرين. سمعنا صوتا يأمرنا بالتوقف. أطلقت الرصاص، أطلقت عليهم النار، فأصابت رصاصتي جميلة بحيرج. كان ذلك حادثا عرضيا. بعد هذا الاشتباك جرحت جميلة بحيرد واعتقلت، ومذ ذاك أصبح ياسف سعدي وعلي لابوانت وحيدين معزولين في القصبة. كان من الضروري لجبهة التحرير وياسف سعدي استرداد زمام المبادرة، فتم تدبير موجة جديدة من التفجيرات مثل تفجيرات مترو الجزائر في 3 يونيو حزيران عام 57، حيث سقط 7 قتلى وأكثر من 100 جريح. وبعد 6 أيام زاد ياسف سعدي الضغط بتدبيره أكثر التفجيرات دموية خلال معركة مدينة الجزائر. إنه التفجير الذي نقش في الذاكرة، تفجير كازينو الكورنيش. انفجرت قنبلة في مضمار أحد المراقص في ساعة إقبال كبيرة، فقتلت 10 وجرحت 80، حالتهم خطيرة. ولا نستطيع أن نفهم هدف مدبر التفجير، لأن الضحايا العرب مثل الضحايا الأوروبيين من حيث العدد.
وردا على تفجير كازينو الكورنيش نفذت عمليات اعدام بحق مناضلي جبهة التحرير الوطني، ففي عدة ايام نفذت تلك الاحكام بالبقصلة بحق نحو 10 معتقلين في سجون العاصمة وقسنطينة. كانت المقاصر تصل كل يوم تقريبا، كنا نسمع صرير البوابات وهي تفتح، وكنا نعرف أن ذلك كان لتنفيذ الإعدام. كان جدار القلعة يمتلئ بالجنود ويبدأ الحراس دورياتهم، وكنا نسمع الأخ الذي سينفذ فيه حكم الإعدام وهو يهتف عاليا الله أكبر 3 مرات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر 3 مرات. كان سكان القصبة يستيقظون عند 2 أو 3 فجرا ليرافقوا المحكوم عليه بالإعدام بالزغاريد. ولكسر دورة العنف الجهنمي من تفجيرات وتعذيب ومقصلة، خطرت لياسف سعدي فكرة الاتصال بالمقاومة الفرنسية السابقة جيرمان تيو، التي وصلت إلى الجزائر في إطار لجنة تحقيق من الصليب الأحمر بشأن ظروف احتجاز مناضلي الجبهة. قبلت جيرمان المجيء إلى القصبة لمقابلة ياسف سعدي في مخبئه في شارع كاتو. على السرير جلس علي لابوينت ورشاشاته على ركبتيه، وجلس ياسف سعدي على أريكة. قال لي ياسف سعدي: أترين أننا لسنا بقطاع طرق أو قتالين؟ أنا شعرت بالصدمة وبكثير من الحزن والجدية والانفعال. رددت عليهما: أنتم قتلة. وفي تلك اللحظة أصيب هو بالصدمة كذلك. رددت على قولها بالآتي: حقا نحن قتلة، لكن بالرغم عن إرادتنا، فعندما ندس قنبلة وتبتر أطراف بعض الأشخاص نوصفوا من دون تردد بأننا قتلة. نعم نحن قتلة، إنها الظروف، فاسترجاع استقلالنا يجبرنا على استخدام كل ما نستطيع لنقول للفرنسيين: كفانا، اتركونا وشأننا، نريد استقلالنا وسنكافح من أجله. قلت له: حسنا كف عن ذلك إذا. رددت عليها قائلا: إذا تم التوقف عن تعذيب الجزائريين وإدانتهم سنعطيكم كافة قنابلنا فورا. فتعجبت جيرمان تيو وسألت: بحق السماء ماذا سنفعل بقنابلك؟ فقلت لها: سنستخدم تلك القنابل لكن ليس ضد المدنيين.